معانا مدرب محمد، معانا في تدريب متخصص في تدريب السباحه لحديث الولاده، معانا كابتن محمد. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيك. بيك. عايز حضرتك تعرفنا بنفسك. معاك كابتن محمد الزاوي، متخصص في تدريب سباحه حديث الولاده، خريج تربيه رياضيه جامعه الازهر، مدرب معتمد الاتحاد المصري للسباحه والاتحاد المصري للغوص والانقاذ. طيب، عايزين نعرف دلوقتي السباحة حديث الولادة دي بتيجي بدري شهور، ازاي الأم بتفتكر ان هي تدرب أولادها في الشهور؟ هو الموضوع مش منتشر في مصر، هو بدأ في مصر من سنة ونص أو اتنين، بدأ تدريجي ولحد دلوقتي لسه بيبدأ وهيفضل ينتشر. منتشر. اوريدي هو موجود في بعض الدول الأوروبية زي روسيا، هو في روسيا موجود زي السنترات بتاعت الدروس أو زي السوبر ماركت مثلا، في روسيا منتشر جدا. احنا في مصر شغالين على الموضوع ده، ان هو الاطفال هيستفادوا 180 درجه، والموضوع كبير جدا وكويس جدا. وبعد كده ان شاء الله الناس هتدرسه في سواء في كليه التربيه الرياضيه او غيره، بحيث ان هو يبقى حاجه اساسيه زي تعليم السباحه او التدريب لاي رياضه تانية، يكون حاجه اساسيه برضو بالنسبه لتدريب سباحه حديث الولاده. طيب، لما انت بدات في ان انت بتدرب اطفال، بدات ازاي في الاول؟ اوريدي انا شغال بقالي 4 سنين ونص او 5 في المجال، كنت بدي دورات انقاذ وبعلم شباب وبنات عشان يبقوا مدربين ومدربات وفي السباحه سباحة بشكل عادي عام. للسن في السباحه الكبير. بشكل عام، فاخدت خطوه من سنه ونص او سنتين طبعا بشكل عام في الحديث الولاده. وطبعا من 4 5 شهور معايا ناس من روسيا، واتكلمت معاهم واتصلت معاهم، بحيث ان انا مش شرط إن او لازم ان انا اروح روسيا عشان خاطر اعمل كذا واخد كورس في كذا والكلام ده كله، لا الموضوع سهل، وان شاء الله بمساعده الغير كل حاجه بتقدر تتحقق، ان انا اساعد غيري وحد يساعدني الكلام ده كله. فمعايا داتا وجالي داتا كويسه من روسيا ومعلومات وكتب وحاجات، فبدات يعتبر ان انا كورس اشتغل. بالنسبة لك عشان تبدأ بالظبط الموضوع. بالظبط، ما انا مش هستنى ان انا اسافر واجيب مش عارف ايه صح، وتاشيره عشان اخد اللي عايز كورس ينجح او في الكلام حاجة ده كله. بيبدأها من مكانه. بالظبط، بالامكانيات الموجوده، بالحاجات اللي ايه، بالامكانيات الموجوده بشكل عام. فالحمد لله اشتغلت على نفسي كتير، وبرضه اكيد هتشوفوا فيديوهات او هتشوفوا حاجات دلوقتي، وتعتبر لسه كبدايه، وفي حاجات مهمه جدا الاطفال بيستفادوا منها بشكل عام. طب ايه هو السن الامثل ان الاطفال تبدأ فيه؟ السن الامثل الاطفال تبدا فيه، احنا او بنبدا من الشهور شهر بقى. بنبدا اه احنا بنبدا من شهرين تدريب سباحه حديث الولاده، ومعايا اطفال دلوقتي شهر. شهر. انا حتى لما اتجوز هنزل ابني بعد 6 ايام من الولاده ان شاء الله يعني، وهينفع؟ ومش موضوع هينفع، انا واخد عهد على نفسي هعمل كده. بيجي لي عمري شهر، او جالي انا ببدا بنبدا من شهرين لحد 4 سنين، فبيستفادوا كتير من خلال التدريب بدنيا وجسمانيا، وبيتعلموا مهارات سباحه اساسيه زي الطفو باك، زي ما هنشوف فيديوهات، ولسه لحد دلوقتي برضو معتبر طب بشكل معانا مبدئي. فيديو نشوفه. تمام، علق كده الفيديو ده. دي طفلة بنت. دي زينة 5 شهور ما ما شاء الله شاء الله. عليها. طبعا احنا بنبدأ بنشتغل على يعني بمساعدة أدوات في الأول، بالنسبة للطفو الباك وبالنسبة للغطس، بعض الألعاب عشان خاطر الأطفال طبعا موضوع الألعاب بيفرق طب معاهم 180 ازاي درجة. بتقنع الاولياء الامور ان هم يظهروا في الشهور الاولى دي؟ الواحده تخاف ان ابنها ما هو يغرق، عمر ما حد يشرب ميه عمر كتير. ما ولي أمر أب أو أم هيجيب طفله على غير لما يكون شاف قدامه الكابتن ده متمكن، أو الشغل ده بيعمل إيه، أو شاف فيديوهات أو أيا كان جه وشاف التدريب. تمام. الاولياء الامور بقى بينزلوا معاك الميه ولا بيسيبوا لك الطفل كده لا بيكونوا ويمشي؟ قاعدين في بعض الأوقات، في أطفال يعني ما بتكونش حابة المية أو يعني مش متعودة. ساعات في يعني أولياء أمور مثلا بيدوا شاور للطفل. الفيديو ده معانا برضو. بالظبط، ده عمر كان نايم، نام اخر التمرين. نام. ما هو الاطفال بينظموا نومهم طب ازاي بقى بتتعامل معاهم كده؟ بتعاملهم بشكل عام ولا على النوم ده؟ لا، على النوم والعياط. هو زي ما قلت لحضرتك طبعا بالنسبه للاطفال في البدايه بتاعتهم، لو خايفين من الميه او محتاجين يتعودوا على الميه، الاب بينزل او الام. ساعات الاطفال بيبقوا متعودين طبعا، ده طبيعي، بيتعودوا على الام اكتر من الاب. فبينزل بيطمنهم او بتطمنهم على الميه او على المدرب. سيشن اتنين بعدها خلاص الموضوع بيبقى تمام، وبيكمل تدريب عادي. وساعات ما شاء الله الاطفال بيبقوا حابين الميه، بيبقى مثلا ما بعد قد ينفعش ايه بقى بيحبوا الميه؟ ايه؟ بعد قد ايه؟
ممكن من اول سيشن، ممكن من الثانيه، ممكن من ثاني كورس، هي مش معتمده على وقت معين يعني، فاهماني؟ مش مقياس. تقريبا برضو ده الفيديو بنفس الطفل عمر. دوت. ايه اللعبة دي بقى؟ ده تمرين مقاومة، مقاومة مية وكده. عمر مقاومة. تأهيل مش تعليم سباحة بس، وحتى لو تعليم سباحة بنعمل تمارين كتير لمقاومة المية وللتدريب، بحيث ان هو يستفادوا، بحيث ان هم يستفادوا بدنيا وجسمانيا من خلال التدريب. تمام. عايزين نعرف السباحة في الشهور الأولى دي بتضيف لهم ايه؟ بيستفادوا بدنيا وجسمانيا من خلال التدريب. والموضوع بالنسبه لنا انا مش بشتغل نص ساعه بس زي مثلا في دول بره او في بعض الدول الاوروبيه اللي فيها تدريب حديث الولاده، بشتغل ساعه كامله، فالموضوع بيبقى بالنسبه لهم ترفيه. اوريدي بيتعلموا مهارات الغطس وتنظيم النفس، بيتعلموا تنظيم النفس في الميه ومهارات تنظيم الغطس. النفس. وبعد كده اللي هي اخر حاجه اللي هي ممكن تبقى اصعب حاجه او اصعب مهاره، ومفيش حاجه صعبه ولا حاجه، الموضوع سهل. بالنسبه لوقوف غريق، يقفوا في غريق، كل ده بنشتغل عليه بخطوات. طب بيتعاملوا ازاي بقى لما انت تسيبهم في الميه كده؟ لما اسيبهم في الميه، ما انا مش هسيبهم على طول مره واحده، او موضوع ما ينفعش هيشربوا ميه هيغرقوا، ما ينفعش. فلا بسيبهم تدريج زي ما كنت زي ما انت شايف الصوره كده على الشاشه. بعض الادوات بنستخدمها علشان خاطر يشتغل على الطفو الباكو، وبعد كده نبدا نسيبه لوحده. في فيديو تاني برضو عمر كنت ماسك مثلا من رجليه. ايوه. الاول كنت انا مش بمسك الطفل على طول من رجليه، انا بمسك الطفل من دماغه وبعدين من احط ايدي تحت ظهره، وبعد الفيديو كده ده. لا ده عمر تاني. ولا طفل تاني. فبنبدا ان انا يعني ايه، يعني ممكن فيديو كمان الاسبوع الجاي بالنسبه لعمر التاني ده اسيبه لوحده خلاص. تمام. فبنبدا ان الحمد لله يعني ناخد خطوات كده. طب الطفل بياخد قد ايه علشان يعرف يعوم في الماء لوحده؟ هو دي فروق فرديه، هي فروق فرديه بالنسبه للاطفال. بالنسبة لطفل لطفل. هو ممكن ياخد 4 شهور، ممكن ياخد 6 شهور، ممكن من بعد شهرين ثلاثه. حابب الميه، استفاد، اتعلم، اشتغلنا معاه صح، اشتغلنا معاه الساعه كامله، بشتغل ساعه واحده تدريبيه، ساعه لحديث الولاده. بعض الناس بيقول له كتير، بس انا اوريدي مش بشتغل الساعه كامله، ليه بقى؟ مش بشتغل الساعه كامله، مش بشتغل الساعه كامله كلها شغل حركه، اوريدي بلعب الطفل عشان بالنسبه ياخد الموضوع عليك. يتعود يحب الميه ويحبني او يحب المدرب بشكل عام، تمام. وفي نفس الوقت جينا الترفيه ليه، فانا بركز في كذا حاجه، مش ان انا تعليم وتدريب بس، وده الاساس وكل حاجه تمام، بس برضو بركز في النقطه دي. بتعودوا عليك الأول قبل ما تبدأ الألعاب؟ ده اكيد. وحتى كل تمرين بيبقى فيه حاجات بنراعيها وبنركز فيها وبنشتغل عليها، ان احنا ننزله تدريجي، لان درجه الحراره بره مختلفة. غير في الميه. صح. ساعات بمسك طفل كده بلاقيه سخن جدا في الوقت بتاع الصيف، في الشتاء برضو نفس النظام، ميه سخنه وفوق مش عارف ايه، يبقى الطفل لابس 5 6 بناطيل فوق وبينزل ميه، لازم ينزل تدريجي وبتاع. حتى كل تمرينه مش شرط اول او تاني تمرينه بس. تتعامل ازاي مع الطفل لو هو لقيته بيعيط بقى مش عايز ينزل، مع ان هو متعود عليك مش عايز ينزل الميه النهارده هو مثلا؟ لازم بيكون واكل، لازم يكون واكل كويس، نايم كويس، مش بيعاني من حاجه او مش تعبان، بحيث ان لو في حاجه من الثلاثه دول اوريدي مش اوريدي هيعيط زي ما حضرتك بتقولي، ومش هيكمل التمرين او مش هينزل التمرين. فلازم الحاجات دي بتبقى تمام عشان خاطر حالته النفسيه تمام بشكل عام، تكون كويسه علشان خاطر ينزل التمرين بتاعه والدنيا تبقى تمام. ايه اكبر مشكلة واجهتك مع الاطفال؟ ما فيش مشاكل ولا حاجه والله. هو نقطه طبعا العياط في بعض الاطفال اكيد. بتاخد مننا مجهود معين، والحمد لله بنشتغل عليها كويس جدا. والاطفال بيسقطوا من خلال حاجات كتير، العاب، من خلال بابا او مامته بينزل الميه، من خلال تمارين. في بعض الاطفال لما بيجوا يعملوا مثلا باك على ظهرهم او ان هم يحضنونا كده، فممكن يسكتوا من خلال حاجه من الاثنين دول، مش من خلال اللعب او بابا او ماما تنزل الميه بس. تمام. السباحة بقى بتأثر عليه ازاي لما يكبر؟ يعني هل بقى في الشهور الأولى ممكن يعوم وياخد بقى بطولات وكده؟ هو البطولات طبعا من سن معين، لان في الاتحاد المصري للسباحه سن معين بيبدا فيه بطولات 10 12 سنه ايا كان. تمام. بيخش بطولات تنشيطيه معانا من سن 4 5 سنين، أربع سن خمس أربع سنين خمس سنين بطولات تنشيطية. أنا شغال في دار ضباط الإشارة مصر الجديدة، اللي بنعمل بطولات تبع الجيش تبع الدور وكده، وبعض البطولات والمسابقات اللي بتتعمل. فبيبدأ يخش من الوقت ده عشان لما يبقى معتمد في الاتحاد ويخش لما 9 سنين 10، الوقت ده بيخش البطولات والمسابقات والبطولات وكل حاجة، ميداليات بقى وجمهورية وكل حاجة. عادي يعني كأنه اتدرب، بس بتبقى أحسن لو هو اتدرب من صغره ولا من سن أكبر طبعا شوية؟ هو اوريدي بيستفاد كتير جدا. هو يعني انا
كذا ولي امر يكلمني يقول لي انا ما عدتش بروح للدكتور زي الاول خلال التدريب، ما عدتش بروح للدكتور زي الاول. فحاجات زي كده بتبسطني وبتفرحني، واوريدي الناس بتكمل عشان خاطر حاجات زي كده. ابني ما كانش بينظم نومه، فدلوقتي بينظم نومه وبينام كتير وبينام كويس عشان خاطر بيتمرن، ما بياكلش كويس، فلا دلوقتي بقى بياكل كويس. فكل دي حاجات بعيدا كويس. عن التعليم وان هو يتعلم مهارات سباحه اساسيه، دي كل الحاجات ديت اهداف ولازم، وطبعا كل ولي امر بيتمناها، بس طبعا في ناس بتتمنى وما بتسعاش، في ناس بتتمنى وبتسعى. طيب السباحة عموما بتعالج الناس اللي هي مثلا عندها مرض في العظام، الكلام ده بالنسبة للأطفال، في ناس بيبقى مولود عندهم تقوس. طبعا شغال سباحة علاجية وشغال علاج مائي وتأهيل من بدري، للأطفال برضو من 4 سنين أو من أول ما بدأت الحمد لله، وباخد فيها خطوات كبيرة، وفي كذا برنامج صور معايا برضو عن العلاج المائي. التأهيل ومقاومة المية، يعني مقاومة المية أكتر من الهواء ب 12 درجة، وفي نفس الوقت أي حد بيبقى في المية بيبقى بتلت وزنه بس تقريبا، بيبقى بتلت وزنه بس في المية تقريبا، فالموضوع في المية بيكون أسهل بكتير من بره المية كتأهيل، عشان كده اسمه علاج مائي، اسمه علاج مائي أو تأهيل مائي. بتتعامل معاه مش ازاي في موجود بقى؟ كتير في مصر، اه صح. أو موجود في مستشفى قوات مسلحة أو اتنين. من 10 سنين بدأ اوريدي في مصر، ولحد دلوقتي يعتبر لسه بيتنشر، وناس كتير مش عارفاه وناس كتير طبعا عارفاه، وبعض الدكاترة العلاج الطبيعي بينصحوا بعض الناس يقولوا لهم علاج مائي، وفي دكاترة العلاج الطبيعي ما بيقولوش علاج مائي، بيقولوا ودوا أولادكم سباحة، عشان عارفين ان مفيش علاج مائي كتير، او عارفين ان اولياء الامور ديت مش عندهم الثقافه بتاعت فكره العلاج المائي. فلا، في علاج مائي في مصر وهو موجود من ايام الفراعنه اصلا اوريدي، بس كانوا بيستخدموه في الترفيه مثلا، تمام. فالتاهيل في الميه والعلاج في الميه افضل بكتير من بره الميه، وبيكون امان واستفاده كبيره جدا في ومقاومه حركات ميه اكتر. معينة بتعملها في المية؟ على حسب الاصابه، بيبقى في حركات كتير ومقاومات كتير، وعلى حسب الاصابه، يعني في رجل اقصر من رجل، في تقوس، في ضعف في العضلات الجزء السفلي للرجلين او الذراعين، بنشتغل عليها، او بناء على الاصابه بنشتغل عليها مقاومات وتمارين معينه. تمام. طب اول طفل مرنته كان عنده قد ايه؟ هو انا مش اللي هو عنده قد ايه، من 3 شهور ل 4 شهور، مش اول طفل اشتغلت معاه كان كده، كان انا ممكن كان 3 سنين، سنتين او سنه ونص، بدات تدريجي من الاعلى للاصغر لحد ما وصلت للشهر. طيب معانا فيديو ممكن نشوفه، دي بنت برضو، دي بنت، انا مش شايف كويس. بنت شكلها بنت. اه رقية فرع ميت غمر. اه دي برضو بتتعلم سباحة عادي ولا فيها علاج؟ لا، تعليم كده، والاغلب تعليم وتدريب طبعا. الأغلب تعلم تدريب. كابتن محمود فرع ميت غمر ما شاء الله عليه بقى. ده في حركات معينة بتعملها ليهم في السباحة، ازاي أصلا بتخليهم يتعودوا على المية بالشكل ده؟ هو طبعا اهم حاجه ان الطفل يبقى يعني مش مبسوط، مش موضوع مبسوط، اهم حاجه الطفل ما يعيطش والدنيا تبقى كويسه، ده تمام، كل حاجه بعد كده تبقى تمام. كل حاجة تبقى تمام بعد كده. وطبعا ده فيديو اولياء تاني. ولي الامر بيساعدنا في ده، ازاي بقى بيساعدك زي ما ازاي؟ قلت لحضرتك لازم يكون واكل كويس ونايم كويس وكل حاجه تبقى تمام. في اطفال بيبقى لما بتشوف ابهاتها او باباها او مامتها بره فبيعيطوا، في العكس باباها ومامته يجي يساعدهم بحيث ان هو يسكت او ما يعيطش او كده. طب بالنسبة للأطفال السباحة بتبقى عايزة النفس الطويل، ازاي بقى بنظمها عند الطفل بالسن الصغير ده؟ هو في فيديو او 2 موجودين عن الغطس او كده، طبعا بعد كده دخل التصوير تحت الميه الايام الجايه ديت، فعلى الحظ دلوقتي ما صورناش تحت الميه، او الفيديوهات الموجوده مش تحت الميه، فالايام الجايه دي هنعملها ان شاء الله. المهم بالنسبه للغطس، الطفل بيبدا ان هو بنبدا ننزله سنتين في الاول، 3 4 5، وبيزيد تدريجي بناء على التدريب والاستفاده وكده، لحد 20 ثانيه مثلا الهدف او التارجت بتاعنا. طيب مفيش بقى مشاكل واجهتك في التنفس تحت المية؟ هو بتبقى صعبة جدا اصلا. هو لا مفيش حاجه صعبه، هو الطفل اوريدي بيكون عايش في بطن مامته في الميه، فبالتالي بيطلع الموضوع بالنسبة له بيبقى ايه، من عند ربنا وكده لحد 6 شهور. طيب الأحسن بقى إن الواحد يتعلم من صغره اللي هو الشهور، إزاي أقنع الأم أو تقنع واحدة لسه والدة إن هي نزلي ابنك يعوم؟ هو مش اقناع على قد زي ما قلت لك، شايفين ان الفكرة فيها استفادة كبيرة وفعلا فيها استفادة وتعليم وحاجات كتير،
وشايفين المدرب والناس ديت او الشخص ده بيعمل شغل كويس وفي نتيجة او يعني متمكن، خلاص هو كده اوريدي اقتنعت هي كثقافة عندها او كفكرة، ان هي يعني كذا حد او يعني ناس كتير بيقولوا المصريين او الاطفال مش هيكونوا اذكياء زي بره، فلا يا جماعة الفكرة واحنا في مصر الاطفال ربنا خلق كل واحد كله عادي، فبالتالي لا احنا الفيديو ده معانا برضو. هيستفادوا كتير وهيتعلموا. اه انت كمان بتنزل العاب معاهم؟ اه بيكون لو في لعبة للطفل بتاعته او عنده في البيت متعلق بيها بتفرق معاه جدا في المية، لو اتضايق في وقت او حاجة كده بتجيبها له؟ او بتبقى معانا طبيعي، لان انا زي ما قلت لك بنشغل وحدة تدريبية كلها او مش الوحدة كلها، بنشغل ترفيه شوية باللعب وفي نفس الوقت في تدريب. اطفال بتجيلك مثلا تقول لك لا انا ما بتحبش خالص الميه تنزلها نهائي وترفض ويمشي وكده والله لو رفضوا بينزلوا برضو؟ غصب وبيظبطوا غصب وبيظبطوا طالما ولي الامر يعني عاي او حامل فعلا ولي كويس. الامر جايين فعايزين اكيد ياخدوا خطوه، فبيساعدوا ويدعموا. اول حصه عيط فيها بيسكت في الاخر، المهم ان هو بيسكت يعني. وراك وراك يعني. يعني الموضوع سهل، هو ما طيب جاش كده. بطريقه معينه بيجي بطريقه معينه. طب الام والاب دلوقتي في ناس خايفين، عايزين بقى تديهم نصيحة عشان احنا وصلنا لنهاية الفقرة. بص تمام، ايه نصيحة بقى؟ ما يخافوش على اطفالهم وما يجي ينزلوهم ويدوهم شاور ولا حاجه، وما يبقوش ماسكينهم من بعيد بحيث ان هم خايفين نقطه ما تيجي عليهم، فهم اطفال يعني هيبقوا ايه يعني، انت بتعذبنا طب انت خايف ما تيجي علينا طب انت، هو ده الطريقه اللي هتيجي في دماغهم. فلا يعني حبهم في السباحه وفي الميه وفي الرياضه بشكل عام. وطبعا احنا موجودين وفي الخدمه، لو حد اي حد ومعانا الفروعنا مصر الجديده ومدينه نصر والهرم وميت غمر والزقازيق، الفروع بتاعتنا يعني، وارقامنا موجوده وتحت امر اي حد وكده. شكرا ليك كابتن محمد، وشكرا لشهادة المشاهدين، التقونا في حلقة جديدة من برنامج لقطات وزوايا. السلام عليكم.